خالد منير او الرسام خالد منير اكيد بتمر ببعض النقد، ممكن نتيجة تصرفات معينة. انت ازاي بتواجه هذا النوع من النقد، وايه النقد اللي ممكن ان انت بتحس ان هو فعلا نقد غير بناء وممكن يأثر عليك، وازاي بتحاول ان انت يعني تستغل هذا النقد لصالحك؟ أنا هبدأ من الآخر كده، هقول لك على حاجة. اللي بينقدني بحبك، اللي بيشتمني بحبك، اللي بيقلمني بحبك برضو، اللي مش عايز خالد منير برضو أنا بحبك. الرسول علمني كده، أو الديانة الإسلامية أو الدين الإسلامي علمنا كده أهو، والديانة المسيحية فيها المحبة والخير. طول عمري بحب المحبة والخير، اللي عايز يبقى في شر خليه في الشر، بس في النهاية الخير هو اللي هينتصر مش الشر. عمر الشر ما بينتصر، أو عمر ما أي حد بينقدني بكبر دماغي انقد. أنا مستمر في القطر، القطر مش هيقف، أو القطر مش هيوقفني. أو أنت يا ناقد اللي أنت بتنقد وبتشتمني، ها ما مش هقف، أنا هفضل أستمر في القطر، عشان هو ده القطر، ده الحياة اللي إحنا اتعلمناها، اللي هو إيه؟ التحدي. أكون متحدي ها مع نفسي قبل ما اتحداه هو. انا مش هتحداك انت، انا هوريك بالارض الواقع بالعمل، مش بالكلام او بالهوهوة او بالكلام زي كده. لا 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 لا، انقذ زي ما انت عايز.